وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام معيد. أستاذ حسام، مجلس الوزراء يعلن عن أكبر صفقة للاستثمار المباشر والهدف هو جذب العملة الأجنبية. برأيك كيف يمكن لهذه الصفقة أن تفضي إلى خروج الاقتصاد المصري من تحدياته كجزء من تحديات تفرض على الاقتصاد العالمي؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بعد الاعلان عن تنفيذ اكبر صفقه بالاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري منذ قليل، طبعا ده الامر اللي بيؤكد الى اهميه او عزم الحكومه على اهميه جذب مزيدا من رؤوس الاموال وخاصه الاجنبيه التي قد يكون لها فرصه قويه جدا في تحقيق معدلات ارباح مرتفعه بالاستثمار في الاقتصاد المصري في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من معدلات تباطؤ في معدلات النمو وايضا اتجاه نحو الكساد النسبي بالنسبه لحركه التجاره العالميه والاقتصاد العالمي بصفه عامه، وطبعا القت هذه الازمه بظلالها على الاقتصاد المصري بصفه خاصه. وطبعا اتجهت الحكومه خلال الفتره الاخيره الى تنفيذ عدد من الصفقات وتحديدا منذ النصف الثاني من عام 2022 شهدنا بعض الصفقات التي تمت بالاستحواذ على بعض هيكل ملكيه بعض الشركات الرائده في مجالاتها، وده اللي كان ليه مردود ايجابي على مؤشرات نتائج اعمال هذه الشركات ودفع هذه الشركات لتحقيق معدلات نمو مرتفعه وارباح مرتفعه بالقوائم الماليه السنويه عن عام 2023 بعد ان استخدمت الشركات حصيلة بيع جزء من هيكل ملكيتها في توسيع أنشطتها، وبالتالي ده كان ليه مردود إيجابي على الاقتصاد المصري ودفع الناتج القومي الإجمالي جي دي بي نحو الارتفاع، وبالتالي كان ليه مردود إيجابي على مؤشرات نمو الاقتصاد المصري. أعتقد إن احنا هنستمر في هذه الصفقات التي تساهم وتساعد بشكل كبير وتعزز من أداء الاقتصاد المصري وتزيد من مساهمة الاستثمارات المباشرة وخاصة الأجنبية في الاقتصاد المصري لمواجهة الاقتصاد المصري أو لتخفيف حدة الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وده اللي هيكون ليه مردود إيجابي أيضا على أداء الموازنة العامة للدولة وهيدفعها نحو مزيدا من الاستقرار المالي في الموازنة العامة للدولة. نعم، لكن أستاذ حسام يعني دعني أتحدث معك بالطبع التفاصيل الخاصة بهذه الصفقة، سيتم الإعلان عنها في الغد في مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكن برأيك ماذا تعني هذه الصفقة بالنسبة للمؤسسات الدولية وتعاونها مع مصر والنظرة للاقتصاد المصري بشكل عام وتفندها فيما هو قادم من عناصر يمكن أن تضاف إلى الاقتصاد المصري؟ طبعا هي تنفيذ هذه الصفقة ليه عدد من ردود الأفعال الإيجابية التي يعني يكون ليها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري أمام الاقتصاد العالمي بصفة عامة وأمام المؤسسات العالمية المالية وخاصة الائتمانية، وهي بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات أرباح مرتفعة على الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية في ظل ما يشهده العالم من تباطؤ في معدلات النمو في أغلب القطاعات الإنتاجية، لكن هناك هذه الصفقة تدل أو تؤكد على وجود فرصة حقيقية وأن الاقتصاد المصري قادر على استيعاب كثير من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة أيضا التي قد يكون ليها مردود إيجابي وليها يعني أرباحا قياسية تحقق على الاستثمار في الاقتصاد المصري، وأيضا هيكون ليها مردود إيجابي على يعني تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وهتدفعها نحو تغيير نظرة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وسوف تعود مرة أخرى لمنطقة بي بلس مع نظرة مستقبلية إيجابية ومش هنقول مستقرة، وده لقدرة الاقتصاد المصري على الامتصاص الصدمات الخارجية والتي كانت يعني بدأت منذ جائحة كورونا عام 2020، ولكن استطاع ونجح الاقتصاد المصري مرورا بالأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا وانتهاء بالأزمة العالمية وما عقب الأزمة الجيوسياسية حاليا في المنطقة العربية. أعتقد إن الاقتصاد المصري سوف يحظى باهتمام كبير جدا من قبل المؤسسات المالية وخاصة الأجنبية، وسوف نشاهد أو نلاحظ في الفترة المقبلة مزيدا من التدفقات النقدية ومزيدا من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والعربية في الاقتصاد المصري بكافة القطاعات الإنتاجية، وده اللي هيدفع مؤشرات نمو الاقتصاد المصري نحو تحقيق
المرجو منها والمتوقع منها من قبل المؤسسات الدوليه زي صندوق النقد الدولي وزي البنك الدولي، ان شاء الله نحقق معدلات النمو التي تصل الى نسبه 5% خلال العام الجاري ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي.